السلام عليكم. اليوم حنا كاينين عند سوكي خصها الغونو، وكاين عروض مهمه بزاف سورتو في الكليو كاينه في ستوك موجوده. المهم كلشي هادشي غنتكلموا عليه، والاثمنه طبعا ديال الطوموبيل والعروض شنو هما بالضبط اللي كاينين كاملين خاصين بكليو. شوفوا كاع هاد لي فيرسيون كاملين تقريبا، تنظن كاع لي فيرسيون ديال كليو كاينين هنايا، كاين العامره كاع من غير الار اس لاين بوحده اللي ما كايناش. نشوفوا الطوموبيل اللي قدامنا، عندي السوارت هنا هما ديال هادي نيس، ونشوفوا معنا هاد كليو الاولى غنيه على التعريف. الفاصافون ديالها اللي ولا فيه داك العلامه ديال السي في البولات، هادي كلها حدا ديال هادي الانطونس العمريه كامله فيها الكروم عكس كمثال هادوك الاخرين هما فيهمش الكروم. فهنا شوف هنايا، لاحظ هنايا، وهادي فيها الكروم فيها لونت بغوياغ، هاد الاخرين لا، هاد البارشوك ديالهم تيبان نقي. هنا لي جونت كبار كذلك، هنايا الديسك اللور مع لي جونت. صراحه هاد الكولور هذا زوين، انا ماشي من لي فون ديال الكري 100% صراحه، ناخذ في الزرق، ولكن هاد الكري هذا بالضبط صراحه جا معاه بزاف، خصوصا مع هاد البارتيات ديال الكروم وسميتو والكحل هنايا، وهاد النوار حتى هو هنايا في المرايات، يعني صراحه عطاه واحد الشكل زوين، زائد دوك الباندات. راه نشوفهم من الداخل. الطوموبيل كتاخذها في نهارك عند شي خسار غونو اللي كاينين في كازا، سواء عين السبع، سواء هنا في ضرب عمر اللي كاين فيه دابا انايا، سواء مولاي رشيد، ولا في كذلك زناته اللي كاين في زناته، هو ما بين المحمديه وكازا، حتى هو نفس الديكور. وليساسفا طبعا، ليساسفا داير هذه بالنسبه هذه كنا قلنا انطونس فيتريك تريك بربعه روتروفيزور الكتريك، هذا ريغلاج ديال الضو، طابلو ديجيتال، فولون ملتي فونكسيون، كليما ديجيتال حتى هي كذلك، ما عندك لي مود هنا ديال سميتو الكوندوي، وعندك هنا فرانا الكتريك طبعا، مانيوال ست فيتاسات، والموتور الجديد ديال رونو اللي باقاش. المهم باقي تنقول الموتور الجديد لان ما كاينش جديد منه، ها هو الموتور اللي فيه 115. شوفوا والصراحه جا مع هاد الكليو هادي رائعه، باش تنقص من 85 ل 115 راه شي حاجه. طبعا الديماراج غير بوطونه، ها شفتوا الديماري، ها هي الديمارات. شوفوا ليكرون، ليكرون طبعا غادي نقص الصوت، ليكرون راه فيها جوج ديال لي باك، كاين ليكرون صغيره غنوريها لكم في الطوموبيل الاخرى هادي، وكاين ايكرون اللي كبيره بحال هنايا، هادي ايكرون كبيره فيها جي بي اس، جي بي اس زوين بزاف، كي بحال هادي فيها مود ديال طروات دي كيبان لك الباطيمات قداش كبار، كما كتشوفوا هنا في الرومبو ديال بوندونغ في ضرب عمر، هنا كيطلع لك الراديو ديالك، شتي هنا التليفون، وفيه بزاف ديال الاشياء بحال درنا كمثال المود ديال الكوندويت، كيعطيك هنا مايسنس، مايسنس هو زعما بحال قلتي ديال رونو، وهذا مود سبور تحول القضيه كتعطيك بحال التيران ديال الكورس، وكاين مود ايكو كيعطيك هنايا، وكاين مايسنس هذا كنظن هو اللي جا بيناتهم بحال قلتي المدينه هذا، وخا تكونفيكريه كيما بغيتي هنايا، بلس تكونفيكري كذلك حتى ليكليراج ديال الليد بحال هو كاين عندنا هنا، شي كليراج هنايا نقدر نبدل ليه اللون اللي بغيت، او لا موف او احمر او ازرق، كاين هنا كاين في البيبان لهيه راه ما كنبدلوه، ندير خضر ولا ندير هذا، المهم على حسب اللون اللي عجبك. و تقريبا الضو كاين اللور. بالنسبه لكليو 5 الفرق بينه وبين كليو 4 من غير التكنولوجيا كامله، هو كاين فرق كبير، الشكل من برا ماشي بزاف لديك الدرجه، ولكن كاين فرق كبير صراحه بحال قلتي في الشاصي، في داكشي الدخلاني، في التكنولوجيا، حتى في الكاليتي ديال الماتيريال. هاجي شوف الكاليتي ديال هادي قارنها مع الموديل القديم، كاين فرق كبير حتى في السياج كونفور ديال كيدير، واهم حاجه هو الاتساع، لانني انا كانت عندي كليو كارت كنت نسوقها بزاف، كان المشكل اللي عندي فيها هو لي سباس في اللور، خصوصا حيت انا كبير في الحجم، يعني ركبت هنايا كانت يضيق بزاف على الناس اللي مورايا، الا كنت مضطر نهز البايس هادي لا. وزائد الكفر كذلك حتى هو كذلك، الكفر ديالها حتى هو لا كبر وغارق لتحت، نايس. واخا نمشيو نشوفوا دابا العروض ياك، نمشيو نشوفوا حيت كما قلنا كليو 5 هذه هي ليكرون الصغيره، يمكن لك تاخذ عامره كاع وفيها ليكرون صغيره، انا ما كانش عندكم هذاك النوع. وهنا الطابلو نورمال، ماشي ديجيتال ولا انالوج، وهنا باطا فيتاس هي كذلك ما فيهاش داك الكروم، كيفاه بالكحل زوين صراحه كيما الديزاين ديالو. فرنمال العادي والكليما عاديه، هذا هما الفرق هنا. وهنا عوض يكون داك البطونه ديال لي مود ديال لي كوندويت، كاين هنا غير مود ايكونومي فقط او لا مود ايكو كما كتشوفوا هنا داير. واخا نمشي نشوفوا هاد الكليو هادي كما قلنا
سانك. السلام عليكم سي حاتم. هذه البيضه هذه شنو هو الثمن ديالها؟ هذه تدير على حسب لو فينانسمون. اها الو حسب ونو دايره في لاكليو. لاكليو اه هذاك زيرو اخو زيرو انتيري. ما نسبق والو ما تسبق والو و سونز انتيري. اها تيكون سور 48 موا. هذه تدير 190 درهم. شحال تقريبا؟ 19 مليون. 19 مليون 19 مليون كليون. اها كليون افيك واحد لوبسيون بيون داخله في 19 مليون وهي انيك فون تاكسي اي لو رادار دو ريكول انتيغري تيكون مونتاج اوزين. اه يعني من لوزين كتجي مركبه هذاك الشيء ماشي بحال كيركب. وبالنسبه لهذه هذه سي لا فيرسيون انتونس. هذه العموريه كاع. هذه الى مشينا بلو ميم برانسيب ديال الكريدي سون زابور و سون انتيغري. اها نورمالمون سون اوكين اوبسيون زيد تدير 225 درهم. مي هذه اللي اكسبوزي فيها واحد لوبسيون بيونت اللي هي ان اكرون كبير راك شتي. اه شتا ليكرون باك كبيره. كنت تزيد واحد 5000 درهم ترجع 230000. 230000. و اتيتر دانفورماسيون دابا باسكو هاد لي بري افيك هاد لا بروموسيون في هاد لو كريدي هذا. اها في الكريدي. سي جامي لو كليون اتي ديسبوزي افيغ ان ابور. اه بغي يسبق شي حاجه. بغي يسبق با ابليكي دي روميز افون جوسكا 22500 درهم. يعني الا كنتي غاتسبق ما والو كاين ثمن بوحدو. ولكن الا كنتي غتسبق شي تسبيق كما كان غينقصوا لك حتى لجوج المليون. ممكن يوصل حتى لجوج المليون و50000 ريال. يعني نقصوا لك من ثمن الطوموبيل يقدر يوصل حتى لجوج. كنهضر شي فقط في كليو اللي بغى يدير روبريز راه كيعطيو 8000 درهم ياك. هذيك سي ان بونوس بحال اون ريمي سوبليمونتير. ودابا رجعت سي تري رابيد هاد القضيه ديال روبريز. كنطلبوا من الكليون جبنا لا فواتور ديالو بور فير اون اكسبيرتيز او كي بون ماكسيموم واحد نص ساعه المكانه. اون دومي ابخي اون في لا ميور اوفر بوسيبل بور اون روبريز. اه ولا قبل يجي تفع طوموبيلته كمثال كابور هذيك يعني غيستافد من 8000 درهم ويقدر يستافد حتى من الاخر ممكن؟ الثمن ديال البيع عنده تكون الثمن تري انتيريسون و 8000 درهم سوبليمونتير. اه 8000 درهم فوق هذاك الثمن داك الشيء اللي غادي ياخذوا. هذا بالنسبه للغوبريز كما قلنا ليفريزون ستوك موجود دابا تليفرا دابا تاخذ اي فيرسون بغيتي تاخذها دابا من نمره ديال التليفون اللي هي 05 20 48 2002 05 20 48 2002. هاد النمره شنو فيها هو هادشي كامل تسول عليه. انت تقدر يتصل بهم التليفون تقول لهم السلام عليكم بغيت نستافد واحد العرض ديال رونو كليو وهما غادي يجاوبوك على الديتاي كامل وغتقول لهم ديك الساعات انا راه تاجر ولا انا راه موظف في الدوله ولا في الشركه وبنخلص كاش ولا بنخلص كريدي ولا بنخلص على اي حاجه. هما في هذاك النمره ديال التليفون غادي يجاوبوك على كل شيء. الا لقيت النمره مشغوله شي مره حيت شحال تقول لك شي مره مشغوله غير عاود وعاود راه غادي طيح لانه فاش يكون في الغالب بحال هاد العروض هادو كيكون عليها الدقه بزاف سي نورمال عادي. ولكن ما ديرش وحتى الا كنتي شي مدينه اخرى بعيد على كازا طبعا الا بغيتي تستافد شي خصك تجي لكازا ولكن الا كانت النمره ديال التليفون تما غتنفعك 05 20 48 2002 حيت هذا العرض هذا حاليا كاين غير في لي سكيخصال ديال كازا وديال زناته اللي كاين سميتو واللي ساسفا وهذا دايف ضرب عمر كما قلنا وعين السبع. تقدر دير شي سيميلاسيون بالنسبه لهذه. هذه شنو الفيرسيون هذه؟ هادي الاكسبلور هادي جات في النص الاخرى اللي هي اللايف. اللايف هي بحال لابلونش. اها تبعها هادي الاكسبلور. الاكسبلور شحال داير هاد الاكسبلور هادي شي واحد دابا يخلص كاميتال كاش؟ انا غيخلص الكاش هادي دايره بحال دابا 192000 درهم كلي اومان. كلي اومان واللي باي زيرو تسبيق كاميتال شحال؟ هما تدي واحد 212000 درهم بدون تسبيق سور 48. اه دابا يقدر يدير وشنو هو شنو هما الشروط كاملين؟ يقدر شي واحد بحالك تاجر ولا شي حاجه يدير؟ تاجر تاجر ولا خدام شركه ولا ريتريتي ولا جيرون دي سوسيتي تقريبا تو لي ميتي كي واحد غير تيكون عنده ان جوستيف ديال العمل اللي تيدير. تندير واحد ديك الساعه سيميلاسيون تشوفوا الا كان باغ اكزومبل سالاري تشوفوا لو سالار ديالو واش يخول له اه انه يقدر هذاك الشيء عادي داك الشيء عادي داك الشيء ماشي سينون كاين واحد السلاسه حتى في لي تريتمون ديال لي دوسي وكاين السرعه حتى هي في الوقت. اها انا نشوف هذا الاكسبلور من داخل كي دايره الفرق ما بينها وبين انتونس. ما تنساوش تدخلوا هذيك النمره ديال التليفون مهمه بزاف اللي بغى يعرف معلومات اكثر واكثر. هذيك النمره ديال التليفون هي اللي فيها كل شيء ممكن يجاوبوك على اي سؤال من الاسئله ديالكم وحتى يقدر تصيفطوا لهم كنظن حتى الدوسي ويديروا لكم كل شيء بار تليفون. يلا هذه فيها ايكرون صغيره ممكن لك في هذه الاكسبلور تاخذ ايكرون كبيره يعني هذه لوبسيون ممكن. فين هو السي حاتم؟ بالنسبه للكليما ها هي نورمال جو يو اس بي هذه بوطي فيتاس هنا دايره فيها بعد الكرومي فرانمان الكتريك. السي حاتم يمكن لي نزيد هنا فرانمان الكتريك الا بغيت.
هذا فرا المانيوال هذا اللي فيها؟ لا في الاكسبلور في لا فيرسون انتنسيف فرا دو باركينغ الكتريك تسمى. وبالنسبه للاكرون كبيرة؟ الاكرون كبير تسمى في لا فيرسون انتنس او لا فيرسون اللي قبل قلتي متاع اكسبوزي سميتها ار اس لاين. ار اس لاين هذوك الانتنس ار اس لاين اون بو افوار ليكرون كبير. اه يعني هما بوحدهم اللي ممكن ندير لهم داك الشيء، ولكن هذه ما يمكنش نزيد عليها والو. هذه فيها واحد لي زوبسيون بيونت. هذه اللي نعرف انا. هذه اللي اكسبوزي كي جي كومونيكي كاين لا كاميرا ريكيزيدا فيها. كاميرا ديال اللور ماشيين ها والرادار طبعا. ها لا كارت ها هي عندي تنظم هذا غادي نصور شكون زايد فيها هنا في دوا هادو سي سون دي زوبسيون بيون لا ما تقولش تسد عليها ها عندكم شي سؤال طرحوه ما تنساوش هي فيها فاروس بغويغ فيها الرادار القدام قلت هذا الرادار القدام والرادار اللور باك اوبسيون زايد انه كليو موجوده بزيرو تسبيق كريدي غراتوي يعني ما تسبق حتى درهم صفر ما تسبق والو كريدي غراتوي حتى هو كذلك كاين اوبسيون ديالو وكاين انك تسبق ويقدروا يعني ينقصوا لك بحال قلتي ثمن الطوموبيل الا سبقتي حتى ل 2,50,000 ريال بالنسبه للغوبريز الغوبريز راه ممكن تجيب اي طوموبيل بغيتي ماشي ضروري خصك تجيب الرونو تقدر تجيب اي ماركه كما كانت وكما كانت غاليه ولا رخيصه ولا ما تهمش راه كيدوزوهم تقريبا كيوصلوا الا كانت طوموبيلك نقيه يقدروا يوصلوا معك حتى 2007 2008 على ما اعتقد 2007 2008 ملي كانت عندك شي حاجه 2011 2012 هذيك يعني ما فيهاش شي اكسيدون غاف ولا شي حاجه بحال هكايا راه 100% دوز و 100% عندك الثمن مزيان فيها مده تسديد بدون تسبيق 48 شهر كاين ستوك كبير كاين الوان مختلفه كاين كلشي كما قلت لك الا كان وراقك مريقلين ولا بغيت تخلص كاش ولا داك الشيء تقدر طوموبيلتك في نهارك شنو اقل تسبيق من غير 0% ما يقدرش واحد يسبق كمثال 10,000 درهم يقدر يسبق حتى زيرو كاع ولا هما اللي تخدي ماتريس كلاسيك 5000 درهم ديال ان كريدي كلاسيك افيك انتيغي لا دوري ديالو تمشي من عامين حتى 6 سنين ثمن كاش كاين الفري ديال الدوسي شحال هما في زيرو تسبيق زيرو تسبيق ما كاينش فري الدوسي ما كاينش فري ديال الدوسي في زيرو تسبيق ها في ليسونس كاين الاوتوماتيك كاين بعدا كليو اوتوماتيك كاين ليسونس ولكن في المازوت لا المازوت مانيو فقط لان دابا اصرون كلها غادا كما قلنا ليسونس والابريد والالكتريك يعني ما كاينش ديفلوبي موتور فيه الديزل وهادشي اللي قرروا المهم كيبقى القرار ديالهم يلا غنخليكم دابا الى اللقاء